يلا ايش فيكم واقفين؟ يلا مشينا. لا محشومين مؤخريني بس عشان لا نتاخر. يلا يلا يا استاذ وليد. يلا استاذ كنت فين يا بيه؟ كنت طالع اتغدى مع رجال. وين الرجال؟ مالك دخل انت لهذا؟ ايوه كنت رايح فين بالابيض الكتير اللي انت لابسهولي ده؟ كنت رايح فين انت؟ طالع لهذا طالع مشوار بني حق وليد. يعني انت يعني صدق يعني انا بسال ليش ابيض؟ انت مو بعاجبك؟ لا يتغير لعيونك كل شيء يصير. لا عجبني أكيد. ترى إذا ما يعجبك أطلع وروح بدل. لا لا تعب روحك أنت أستاذ أبو عمرة. لا أنا أوكي ترى ما عندنا أغلى من رأيك ولا يهمنا شيء في الدنيا قد ما تكون راضي علينا. أهلا. خير. وأنت هذا الوجه الجميل وهذا ما يستحق إلا أن يكون مبتسم. لا تزعلون أنفسكم، ما في شيء يستاهل في الدنيا. وبعدين أنا أخوكم وضلعكم جنبكم. ما تزعلون طول ما خشمي يشم الهواء واللي تأمرون فيه يصير. كده كتير كده دخلنا في مرحلة الأضوار. كده دخلنا في مرحلة الأضوار. تفضل. أنت وين؟ أفهم وين رايح؟ ليش وين رايح؟ ابتسامتك وعيوني لك. لا والاسلوب الجديد من جوا هو الكلام جديد. ما في شيء ترى هذا ترى يعني لما يكون احد في حياته اصحاب مثل الاستاذ الكريم وليد ولا الاستاذ الكبير ابو عمره. انا استاذ. استاذ انت من زمان استاذ. ولا الاستاذ الوسيم ما يستحق لهذا. تفضلوا. ولا الاستاذ الجميل. هذا كده اوفر كده كتير. احنا ماشي. تفضلوا تفضلوا. ها وشو باقي؟ باقي لهذا. اما انت يا ولد اختي قرب يمي. اما انت يا ولد اختي وتقول وش تقول في جمال العيله؟ ما يحتاج ما ينوصف. انت جمعت كل شيء حلو في العيله واخذته منه. بس اما انت قفلت الملف كله. وش الاشياء الحلوه اللي في ذولا كلهم تجمعوا فيك؟ كل الاشياء الحلوه، كل صفه حلوه في ذولا كلهم تجمعوا فيك. فانت الصفات الحلوه كلها راح يا عمري راح. لا اله الا راح يا قلبي راح. شوي 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 شوي. من يقول ان ذا عمره 16؟ راح يا عمري. تفضل تفضل استاذ هذا. تفضل 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 ابو فاطمه. تفضل تفضل. وين رايح انت؟ ها وين رايح انت؟ ابتسامتك شاقه ما شاء الله من همم مشغول. وين رايح؟ اقول لك انا بس كنت يعني رايح لهذا رايح. تفضل تفضل. تفضل العزيز الغالي. وصلت لفتح الباب. تفضل. ابي افهم وين رايح انت بجمتك ذي؟ وين؟ تفضل ابو عمره. ابو عمره تفضل. الاستاذ. الاستاذ. تفضل. تفضل طال عمرك. طال عمري. طال عمرك. انا بدات اتوغوش الدلع الاوفر. وين الدلع هذا هذا القليل حقكم؟ تفضل طال عمرك. تفضل. هي حصلت كده كمان. تفضل الله يحييك. انا والله يحييني كمفتاح للباب. داخلين على مصيبه سوداء. تفضل.
ايش تبي؟ تركب معهم انت خلاص؟ ها؟ معهم تعال تعال. معهم فين؟ بعمر هذا رفعتك هاي. اخوك اخوك يا هذا اخوك تعال تعال. تعال تعال يا عمري. علي معلي بعد اخوك يبي يركب معنا بعد نقول له لا. لا في حار. الحين حار استاذ يوسف. تكييف مشقلك من فوق ومن تحت اللي انت تدلل بس. انت والحين اشتغل لك المساج بعد. مساج. اللي تامر عليه اللي تامر. تفضل. تفضل يا عمري تفضل بسم الله عليك. تفضل لا اله الا الله ادف تعال دف معاي تعال. تعال تعال نادي الشباب بعد. تفضل. تفضل. بس بس تفضل بس لحظة تفضل تفضل اصبر اصبر ايش مستعجل عليه تفضل تفضل طال عمرك هاي شباب اموركم طيبة مرتاحين ناقصكم شيء تعمرون على شيء اسكريم تبرون على انفسكم ابد تدللون لا ينقصكم شيء واخوكم موجود ها يعني لو حصل كبيسة يا خال لا حقنا كبيسة نخلص شغلنا ومن العين بي للعين بي ايش نعمل عيونك يا حبيبي يلا نستاذن يلا توكلنا على الله يلا توكلنا على الله عود عمي عمي ولا حطيتهم يا مدري زيت رسوقه شو سوقه؟ حار كاتب من كاتب من بس مالي تحمل ربعك ربعك ايوه ما انسى ايش ذنبي انا زي ربعي يجري تناكي وانا اتحمل ايش ذنبي انا خلاص ما يابا انت عامل دوشه ليه نعمل لك بس لو ترتب كشختك بعد عشان ايش عشان العالم يعني وال... اي كاش خلا يرحم امك اي كاش لا لا بندا لا بندا لا بس عشان العالم فما يعني في الطريق بس خلاص حلو ابشر ليش اقول لك تكييف الاسياد تبرد والامور شغل تكييف الاسياد ما ينفع ما ينفع مع ذي 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 بغي يخطر النفس كله ذي ذي ناجل ذي 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 ناجل ما خلاص بقى يابا ما خلاص يا اخوي عامل دوشه انا وعم اسمع يلا يلا توكل